الان نشره الاخبار مع سؤد الطارق. نشره رئيسه لاهم الانباء اهلا بكم نبداها باهم ما فيها. هم الصوت الاقوى في محاربه الظلم والفساد، الشيخ الخنجر يعزي بذكرى استشهاد السيد محمد الصدر. حراك إنضاج الموازنة يتواصل نيابيا والمالية تعلن إعداد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي بينها ثماني عشرة وفاة إصابات نسبية تقترب من مئة وخمسين إصابة وذقار تتصدر أهلا من جديد عز رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في ذكرى استشهاد والده السيد محمد محمد الصادق الصدر ونجليه وكتب الخنجر في تغريدة له على تويتر خالص التعازي للسيد مقتدى الصدر في ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد الصادق الصدر ونجليه وأضاف كل مرة يثبت آل الصدر أنهم مشروع للتضحية في سبيل الوطن وكرامته واستقراره كما أنهم الصوت الأقوى في محاربة الظلم والفساد هذا وأحيا الآلاف في محافظة النجف ومحافظات أخرى الذكرى الخامسة والعشرين لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه حيث أقيمت مراسم تشيع رمزية قرب مرقد السيد الشهيد الصدر بحضور جمع غفير من الزوار وقال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من جانب مرقد أبيه إن الحرب السياسية مع الفاسدين تحولت إلى حرب عقائدية فهذا ديدن الفاسدين والمنشقين الذين تدعمهم أياد خارجية وأضاف لمن يدعي بأنني المصلح الأمين أقول لا تشوه وجه الإصلاح والمصلحين فما أريد أن أكون جبارا في الأرض وما أريد أن أكون من المفسدين ولا مع الفاسدين لا في داخل التيار ولا في خارجه لا تشوه وجه الإصلاح والمصلحين فما أريد أن أكون جبارا في الأرض، وما أريد أن أكون من المفسدين، ولا مع الفاسدين، لا في داخل التيار ولا خارجه، وما أكثر فسادا أن يدعى أن يدعي الفرد الإمامة، وما أكثر فسادا أن تدعون لي ذلك، فإن رضيتم بي قائدا إصلاحيا غير مجتهد ولا معصوم ولا إمام، فأهلا بكم، وإلا فهذا فراق بيني وبينكم. إلى يوم الدين ثم أريد أن أنوه أن الحرب السياسية مع الفاسدين قد تحولت إلى حرب عقائدية فهذا ديدن الفاسدين والمنشقين وتدعمهم أيادي خارجية كما جدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تجديده مرة أخرى على مقاطعة كل الفاسدين والمفسدين وذوي العقائد المنحرفه وتوحيد صفوفهم لاجل الاصلاح الذي سار عليه والده وكتب السيد الصدر في تغريده له على تويتر عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب العظيم بابينا الحبيب الصدر الولي الناطق بالحق ونجليه الحبيبين اللذين ذادا عن ابيهما جزاهما الله خير الجزاء موجها شكره لكل المحبين والمخلصين الذين سطروا اروع معاني الطاعه، فان دل على شيء فانه يدل على حبهم لنا وحبي لهم. في الشان الاقتصادي حسمت اللجنه الماليه النيابيه معظم فقرات وبنود الموازنه فيما ناقشت بنودا ومواد مقترحة ضمن مشروع قانون الموازنة المالية بغية إنضاجها بما يسهم في تعظيم الإيرادات واستثمار الموارد لخزينة الدولة وإنشاء المشاريع فضلا عن دعم الفلاحين مستخدمي منظومات الري الحديثة والتصويت عليها واستنفت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطوان اجتماعاتها لحسم بعض الأمور الفنية المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب وقررت اللجنة زيارة وفد من أعضائها إلى وزارة المالية للاطلاع على الملفات التي تحتاج إلى إيضاح فضلا عن حسم ملف المحاضرين وعقود ما بعد 2019 وبقية الفئات في سبيل تكييف أوضاعهم أعلنت وزيرة المالية طيف سامي إعداد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، وفيما شكلت لجنة تتولى إعادة النظر في القوانين التي تنظم العمل التجاري أكدت اتخاذ إجراءات للحد من مظاهر الفساد وتحديد جدول زمني لتطبيق استراتيجية النزاهة. وذكر طيف سامي أن الوزارة أعدت خطة منهجية محددة بسقف زمني لمعالجة التأخر في الإجراءات المتبعة. في إعداد الحسابات الختامية ووضع برنامج يضمن حسن تطبيق قانوني الإدارة المالية والموازنة العامة، بالإضافة إلى إجراء تحديث على مسودة قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة وديوان التأمين. أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي عدم وجود أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في مشروع قانون الموازنة. فيما أشار إلى أن الوقود الذي يقدم للمواطنين سيبقى مدعوما من الحكومة ووزارة النفط وبالأسعار ذاتها العوادي وفي تصريحات صحفية أكد أن الضرائب المشار إليها في الموازنة هي داخلية بين شركات ومؤسسات تابعة لوزارة النفط وأن الوزارة تنتظر أن يحقق مصفى كربلاء طاقته الإنتاجية الكاملة في العام المقبل ويضاف له إنتاج الوحدة الرابعة في الشعابة حيث سيعززان من تقليل استيراد البنزين ورفض مؤسسات وشركات النفط بالمداخيل الناجمه عن تقليل استيراد الوقود من الخارج زف عضو اللجنه الماليه النيابيه النائب نظر الكروي البشرى لاكثر من الفي عقد بعد انتظار استمر احد عشر عاما بعد ان صوتت اللجنه على تثبيت جميع عقود بشائر الخير في محافظه دياله واوضح الكروي ان عقود بشائر الخير في دياله كان من المفترض حسم ملفهم في العام 2012 وهناك قرارات نيابيه بذلك الاتجاه لكنها لم تنفذ وبقي مصير اكثر من 2000 عقد معلقا طوال تلك السنوات لكن اللجنه الماليه صوتت بالزام وزاره الماليه بتثبيت تلك العقود وانصاف شريحه مهمه عانت لسنوات عديده ليدرج تثبيتهم رسميا في الموازنه. كشف مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجيه فرهاد علاء الدين عن سعي العراق لاحياء خطوط انابيب للنفط مع السعوديه وسوريا والاردن بالاضافه الى استغلال الغاز المصاحب لعمليات الانتاج مستشار السوداني أشار أيضا إلى مساعي العراق لاستغلال كامل الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الذي يبلغ نحو 1800 مليون قدم مكعب من الغاز في وقت أكد فيه وزير النفط حيان عبد الغني أن المرحلة الأولى من عمليات استغلال الغاز المصاحب ستبدأ في نهاية أيار الجاري وأن المرحلة الثانية ستكون في آخر العام الحالي. أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي أن مشروع طريق التنمية الأكبر سيبدأ من البصرة أقصى جنوبي البلاد يمر بعشر محافظات وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا هذا ومن المقرر أن تحتضن بغداد العاصمة السبت المقبل مؤتمرا لوزراء النقل في دول الخليج والجوار بهدف مناقشة مشروع إنشاء القناة الجافة المشروع الواعد الذي يتمثل بطريق التنميه الاستراتيجي الذي يشكل المسار الحيوي والمهم لجميع بلدان المنطقه والعالم. قرر مجلس الوزراء منع استيراد الدراجات الناريه باشكالها كافه ومن بينها التوك توك والستوته وبشكل نهائي وذلك لمعالجه ظاهره انتشار الدراجات ولغرض تنظيم حركه السير والمرور في بغداد العاصمه والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي لتلك الدراجات وما شابهها. منع استيراد الدراجات النارية. التوك توك والستوته منعاً نهائياً عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية. اثنين، منع استيراد الدراجات الصغيرة. التي يقل حجم محركها عن أربعين سيسي منعا نهائيا ولأي غرض كان ثلاثة إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة التي يكون حجم محركها أربعين سيسي فما فوق ويستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية أربعة إيقاف منح أية إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق في قصة مؤلمة ولا تمس للإنسانية بصلة طفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات تعرض لأشد أنواع التعنيف في منزل زوجة أبيه حيث تشير التقارير الطبية إلى أن عدد الإصابات في جسده الصغير بلغت نحو مئة إصابة حادثة أجبر شرطة البصرة على التدخل وإنقاذ الطفل تفاصيل أوفى في التقرير الآتي معنف <applause> بكل جزء من جسده كدمات وحروق وكسور متعدده قد شفيت وهي على عله دون اي تدخل طبي قصه مؤلمه بدات عندما انفصل الابوان ليعيش الطفل حسن البالغ من العمر اقل من اربعه اعوام بعيدا عن والدته يواجه التعنيف على مدى عام وثمانيه اشهر لتنتكس حالته الصحيه ويصبح قريبا من الموت لولا وصول الشرطه اليه بعد الابلاغ من احد المواطنين. العنف الذي جرى على هذا الطفل لم تشهده بتاريخ العراق. انا ما شهدت هكذا عنف وهكذا تعنيف لطفل بعمر ثلاث سنوات الى ان وصل عمره الى اربع سنوات وثمانيه اشهر. يعني هذا التعنيف استمر سنه وثمانيه اشهر. من عائله متفككه ما بين زوجه مجهوله المصير كانت زوج يعمل من الصباح الى المساء ولا يعلم ماذا يجري لاطفاله. مستشفى تم الفحص عليه من مستشفى الفيحاء الاصابات تجاوزت المئات بتقارير طبيه ربطت الى السيد القاضي. المئات؟ المئات وليس المئات. التقارير الطبيه كشفت أن الطفل المعنف قد أشر على جسده أكثر من مئة إصابة مختلفة الأسباب بينما مصير تعافيه ما يزال معلقا على توقيع أحد الوالدين المنفصلين المودعين بالتوقيف حاليا لدعوى متقابلة ليبقى إجراء ثلاث عمليات جراحية مهمة له تتطلب توقيع ولي الأمر بينما مكتب حقوق الإنسان يشير إلى رصد حالات عديدة من تعنيف الأطفال وبمختلف الأعمار في محافظة البصرة فيما يخص ملف تعنيف الأطفال في العراق للأسف الشديد هناك أحصائية في عام 2018 فيما فوق نلاحظ أنه ما بين 15 ألف إلى 18 ألف معنف في العراق توسعنا بالبحث أكثر من خلال محاولات التوصل إلى رأي العشائر العراقية في قضية تعنيف الأطفال من قبل ذويهم وهل هناك حق عشائري يقضي ببقاء طفل تحت وصايه اهله في حال اذاقوه امر التنكيل فكانت الاجابه ان العرف يقول ان الوصايا تبقى للاهل لكن في حاله التعنيف القاسي هم مع ان يبقى القرار للدولة باعتبارها الراعي للجن بالنسبه لا نخفيك سرا بالواقع الاسلامي والديني لا يجوز يعني استبياء هذا الطفل او حضانته في شخوص غرباء لوجود يعني والديه هذه من ناحيه ولكن يجوز للقانون العراقي في حال ظهور حقائق ساطعه غير قابله للجدال بان يجعلوه في دار يعني الايواء او يجعلوه بحاضن يعطي الضمانات الحقيقيه لايواء وتربيته وتربيه سليمه القانون والدولة هي الاب الراعي الحقيقي لكل انسان بالدولة يمنح الجنسية العراقية. ولذلك نطلب من الدولة ان تكون يدها يعني لها كل الاطلاق بهذا الملف. من داخل مضيف العشيرة التي احتوت الطفل الحسوني خالد السلامة البصرة. أشارت وزارة الزراعة تصاعد الإصابات بمرض الحمى النسفية إلى 146 توفي منها 18 شخصا عازية الانتشار المتزايد للمرض إلى قلة ملاكاتها البيطرية المتخصصة بمكافحته قالت الوزارة في بيان لها إن محافظة الذقار هي الأعلى بين المحافظات بواقع 35 إصابة وست وفيات تلها البصرة بتسع عشرة إصابة ووفاة واحدة وعزت الزراعة أسباب انتشار المرض إلى قلة عدد الأطباء البيطريين تبلغ الحاجة إلى أكثر من خمسة آلاف منهم وفقا لقانون التدرج الطبي مشيرة إلى تعيين 730 طبيبا بيطريا حتى الآن إضافة إلى أن ألف طبيب أغلبهم من كبار السن سيحالون إلى التقاعد قريبا يبدو أن شح المياه والجفاف لم يكن أبرز أسباب عزوف الفلاحين على زراعة أراضيهم بل كان انخفاض أسعار المحاصيل المستوردة العاملة الأكبر في عدم تحقيق مبيعات تسد على الأقل تكاليف الإنتاج ليكون بذلك المنتج المحلي بلا مشترين والمنتج المستورد الرائج في السوق يتنقل أبو عباس بين بسطيات البقالة في بعقوبة للبحث عن فواكه محلية فقد اعتادها في هذه الأيام من كل عام إلا أنه يجد صعوبة لكثرة المستورد الذي يغطي نحو 70% من الأسواق وبأسعار أقل من المحلي ليكون خياره الأخير شراء فواكه المحافظة لندرتها من حيث الطعم والفائدة مستورد وأكو محلي ناخذ المحلي احسن من المستورد المحلي بفائدة والمستورد كله كيمياوي وغير كيمياوي مين كان إيه، هذا بطعم طيب هنا داخل ساحات بيع الرق ينتظر عشرات الفلاحين تجار المحافظه لان الطلب قد قل عليه فالاسعار مرتفعه مقارنه بالمستورد والعزوف عنها اصبح امرا طبيعيا مما يجبر الفلاح على خفض الاسعار والخساره بعد ارتفاع اسعار الاسمده وقله الدعم الحكومي العراق قبل ايام ثلاث ايام مشا... نا ما ينباع نايم شوف نايم ما ينباع بسبب المستورد الحكومه في بغداد بغلق المنافذ الحدوديه ومراقبه الاسعار في عموم العراق وخاصه دياله لان دياله بها محصول عراقي وتعتبر دياله من المحافظات الزراعيه في العراق لتتحول في السنوات الاخيره الى مستهلكه وذلك لشح المياه وقطع الروافد من دول الجوار واهمها بحيره حمرين التي تعتمد عليها دياله بنسبه 80% والمغذي الرئيسية لنهر ديالى طريف نهر ديالى الاقصى هو 2400 متر مكعب بالثانيه يتم اطلاق حاليا بسبب ظروف الشحه تعزيزه من نهر دجله عبر محطه ضخ اسفل الخالص بحدود 4 الى 5 امتار مكعب بالثانيه هذا وتنتشر على جوانب الطرق المحاصيل الزراعية المحلية منها والمستوردة جنبا إلى جنب لتبين مدى التقاعس الحكومي للحفاظ على المنتج المحلي في موسم التسويق من محافظه ديالى عمر العبيدي قناه الفلوجه على اثر الجفاف الذي عصف بمحافظه الانبار مبادرات مجتمعيه بمشاركه مسؤولين ومهتمين ومنظمات حقوق انسان عسى ان يجدوا حلولا لمعالجه الازمه المائيه والتلوث تفاصيل تلك الجهود في التقرير الاتي: مناطق عديده في الانبار تتاثر بشكل كبير بالانخفاض المخيف في نهر الفرات، واكثرها تضررا قضاء عانا والرطبه، اما مدن المجر والعنقور التي تعتمد على مياه بحيره الحبانيه، فقد بدات بالنزوح نتيجه انعدام المياه فيها بشكل كامل. خرجت العديد من المناطق عن الخدمه المائيه، حقوق الانسان المائيه في تلك المناطق والبيئيه معرضه للتهديد كمناطق عانه ومناطق كويسه ومناطق الرحاليه وكما خرجت مناطق العنقور والمجر عن الخدمه، بدات العديد من العوائل تنزح من هذه المناطق. الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية تعقد مؤتمرات للتنبيه على مخاطر شح المياه التي بدأت تتأثر بها مدن الأنبار، والضغط على الجهات المعنية لإيجاد حلول فعلية لتدارك الأزمة قبل تفاقمها. فيما تشير التوقعات إلى خروج منطقتي الرحالية وكبيس عن الخدمة المائية خلال الفترة القادمة إذا ما تمت المعالجة. اليوم تشهد محافظه الانبار انخفاض كبير في مناسيب مياه النهر وزياده في الملوثات الناتجه كما ونوعا حيث ان نتائج الفحوصات المختبريه اثبتت ارتفاع تراكيز كبيره في الفوسفات والكبريتات وزياده العكوره والملوحه للنهر الأراضي الزراعية كان لها نصيب من هذا الجفاف وملوحة المياه التي تسببت بخروج آلاف الدونمات عن الخدمة الزراعية فيما اضطر الفلاحون في محافظة الأنبار إلى زراعة ربع أراضيهم فقط وبحسب إحصائيات مديرية بيئة الأنبار تصل نسبة الكبريتات في المياه إلى أكثر من 400 درجة بينما كانت سابقا لا تتجاوز وخمسين كنسبة تلوث المياه في ناظم الورار وسط الرمادي ليكون مؤشرا خطيرا يهدد ساكني المحافظه. من الانبار ادريس يحيى قناه الفلوجه. يقترب الانباريون من الخلاص من معضله باتت تؤرق العراقيين منذ العام 2003. اليوم ومع تشغيل محطات الكهرباء في مدن غرب الانبار نتج عنها استقرار شبه تام للطاقه الكهربائيه وصل الى نحو 20 ساعه من التجهيز في اليوم. لاول مره منذ سنوات استقرار شبه تام للطاقه الكهربائيه في محافظه الانبار، 18 ساعه من التجهيز حظيت بها مدينه الفلوجه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحراره. زيادة عدد ساعات التجهيز في مدن الأنبار خففت العبء عن كاهل المواطنين بعد خفض أسعار المولدات الأهلية إلى الحد الأدنى رقم حرارة الجو هذه الأيام ولكن استقرار الطاقة الكهربائية في مدينة الفلوجة إلى أكثر من 18 ساعة تجهيز كهرباء وطنية انخفاض أسعار المولدات من 2000 إلى 5000 دينار للأمبير الواحد فهذا يدل على شيء أنه استقرار الوضع في مدينه الفلوجه وتحسن الطاقه الكهربائيه معول عليه بانه انه تستمر الكهرباء طيله الفترات القادمه ويحسب كذلك الى وزاره الكهرباء ان تؤمن بشكل مستمر عدم انقطاع الكهرباء وتوفير الكهرباء بشكل مستمر وكذلك عدم تعب كاهل المواطن العراقي وخاصه العوائل الفقيره بدفع ما عليها من مستحقات في تاجير الكهرباء الاهليه. استعدادا للذروه الصيفيه استنفرت دائره كهرباء الفلوجه كافه كوادرها وشرعت بنصب شبكات كهربائيه جديده خصوصا في القاطع الجنوبي من المدينه اضافه الى عدد من المحولات التي دخلت الخدمه اخيرا حيث قامت ملاكاتنا بإنشاء شبكة جديدة في حي السلام التابع لحي الشهداء ضمن منطقه الستة ال16 ومنطقة ال17 بتأهيل شبكة كاملة وخدمة كاملة للمواطنين بالإضافة إلى فك الاختناقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية حاليا تجهيز بحدود 18 إلى 22 ساعة ونتأمل استقر هذا التجهيز حتى خلال الذروة الصيفية القادمة إن شاء الله وبعد تشغيل محطه عكاز الغازيه في قضاء القائم يتطلع الانباريون الى الخلاص من ازمه الكهرباء التي لازمت العراق منذ العام 2003 من الانبار احمد ناجي قناه الفلوجه يقود وزير الاعمار والاسكان كاني حراكا حكوميا جديدا لاستيعاب ازمه السكن ودعم البنى التحتيه في جميع المحافظات، اخر نشاطاته زياره محافظه المثنى وافتتاح مجموعه من المشاريع اهمها المجسر الرابط بين مدينه السماوه والطريق السريع، تفاصيل تلك الزياره والمنجزات في التقرير الاتي. استيعاب ازمه السكن عبر مجمعات سكنيه حديثه ودعم البنى التحتيه للمحافظات بشبكات طرق وجسور متطوره سياسه خدميه جديده انتهجها وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني جهود ميدانيه كبيره يبذلها وزير الاعمار اخرها زياره محافظه المثنى لافتتاح عدد من المشاريع ومنها مشروع المجسر الرابط بين مدينه السماوه والطريق السريع والاطلاع على نسب الانجاز في مشروع مجسر الصدرين الذي ينفذ وسط السماوه ومناقشه ملف مشروع ماء السماوه الكبير الذي توقف مرات عديده خلال الحكومات السابقه. شبكه الطرق اللي اليوم احنا افتتحنا جزئين من أداه صار بها تطورات كبيره، كل هاي المشاريع مباشرة كانت في عام 2018 19 والسماوات تستحق. <applause> كلمات الثناء والشكر كانت حاضره لدى حكومه المثنى المحليه التي اكدت عطاء الوزير المستمر للنهوض بواقع المحافظه الى الافضل دون كلل او ملل لمختلف فترات توليه منصب اداره الوزاره الذي باتت بصماته واضحه بهذه الزياره التفقديه للمحافظه. هذه الروح الأبوية من معالي وزير أنا عايشتها خلال أربع سنوات ونص قليل الشكر قليل الثناء وأيضا حتى الكادر اللي موجود مع معالي الوزير سادة المدراء عمين على هذا النفس هذه الوزارة تغيرت مو مثل الأيام اللي مضت وتأتي هذه الزيارة بحسب تأكيدات وزير الإعمار والإسكان للمحافظة رسالة اطمئنان للمثنى واهلها بانه صوتها المدوي داخل اروقة مجلس الوزراء لسد احتياجاتها الخدمية كافة. من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية. طالب عدد من ذوي الهمم واهاليهم بتوفير البنى التحتية المناسبة لهم وتخصيص اماكن لهم في دوائر الدولة فضلاً عن توفير باصات لنقلهم من منازلهم الى مدارسهم الخاصه، جاء ذلك خلال الحفل السنوي بنجاح عدد من الطلبه في معهد النور للمكفوفين في نينوى، بينما طالب القائمون على المعهد بتوفير الدعم الحكومي وتطوير طرق التدريس والاهتمام بشريحه ذوي الهمم. اليوم احنا موجودين في معهد النور للمكفوفين التابع لقسم ذوي الاحتياجات الخاصه في مديريه العمل والشؤون الاجتماعيه لمحافظه نينوى هذه الاحتفاليه هي تخرج كوكبه من طلابنا وايضا باقي الصفوف من صف اول ابتدائي الى صف سادس الطلاب اللي موجودين هم من المكفوفين يستخدمون لغه برايل في القراءه والكتابه والمناهج الموجودة في هذا المعهد هي ضمن مناهج تربية نينوى أنا أتمنى أول شيء تمنياتي من الأستاذ نجم الجبوري ووزير التربية العراقي بأنه يسوون عبور لهذه الشريحة لو حتى ينتحنون وزاري حتى يعني يقدرون يمشون بمستقبلهم نحن نريد من الحكومة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، يعملوا شغلات خاصة للطفل أو للشخص المعاق، يعملوا له شغلة خاصة أو راتب اللي ثابت مثل ما يقول هذا قانون 38 يعني يمشوا على الأطفال، على هالأشخاص، يمشونهم لهم إياه، ويكون البركة لهم ويجعل ميزان حسناتهم والله يبارك بكم ويعطيكم صحة وعافية. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. هم الصوت الاقوى في محاربه الظلم والفساد الشيخ الخنجر يعزي بذكرى استشهاد السيد محمد الصدر حراك انضاج الموازنه يتواصل نيابيا والماليه تعلن اعداد مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي بينها ثمانية عشرة وفاة، إصابات نسبيّة تقترب من مئة وخمسين إصابة، وذيقار تتصدر. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجو تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية. thank you